في شهر الخير العطاء غير، حملة تطوعية شبابية تطلقها معا اسمها جود من الموجود بشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والتنمية. اليوم راح نتكلم أكثر عن تفاصيلها. يسعدنا يكون معانا أكيد رئيس حملة جود زياد الحنيف ورئيس اللجنة الإعلامية في مشروع معا جنان الجناعي وأيضا ممثل اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة مبارك المفتاحي. هلا وحيا فيكم، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وصحة وسلامة. هلا والله ما شاء الله تبارك الرحمن، صار لكم 3 سنين وأطلقتوا حملة جديدة أو فرع جديد أو شيء جديد اسمه جود من الموجود. نعم. شنو فكرة الحملة هذه؟ هي الفكرة طبعا نوجدت تقريبا من 3 سنوات. طبعا فريق معا موجود من فترة يعني طويلة، يعني يمكن خلينا نقول من 5 سنوات، لكن من 3 سنوات طلعنا فكرة اللي هي جود من الموجود. فكرة حبينا نسوي شغلة جديدة تمام على الخير برمضان. طبعا فكرة كانت ما بيننا وبين وزارة الشباب. تمام. الفكرة ان هي ننمي الشباب عن طريق عمل الخير، عمل العطاء، انهم يشتغلون بيدهم، نغرس قيمه العطاء، قيمه الخير، قيمه الفعل، قيمه الاحساس بالغير. تمام. مو عمليه اللي هي نعطي المواد التموينيه والشغلات حق الناس المحتاجه وفقط. هذه لا اله الا الله، الكويت فيها الخير والكل قام يسوي، لكن احنا حبينا تحفيز الشباب اكثر من قيمه العطاء نفسه. بالضبط. يعني هذا الاساس، هذا اول حجره حق جود من الموجود. الثانيه طبعا اللي هي اللي الكل يطمح لها اللي هو نوزع الخير حق اهل الخير في الكويت ان شاء الله. نعم. بارك، كان في عدد معين وصلتوا له السنه اللي طافت من المتطوعين، حابين هالسنه تكسرون هذا العدد ويكون زياده ان شاء الله. كم كان العام ان شاء الله؟ شلون اول شيء بس اقول لكم مبارك عليكم ما تبقى من الشهر وعساكم من العواده. اكيد نبي احنا زياده عدد. يعني السنه اللي طافت كان عندنا حوالي 200 متطوع. نعم. فهالسنه نبي احنا زياده، يعني نحاول ان نوصل ل 300 متطوع ان شاء الله ويانا. الشباب فيهم الهمة والخير كله، فيهم شباب الكويت ما شاء الله عليهم. من يعني أنا في اللجنة الإعلامية توصل لي وايد مسجات على تويتر ولا على إنستغرام وحتى على سناب شات. شلون يتواصلون وياكم صح؟ اي يتواصلون وايد، يسألون هالسؤال وايد. والله ما شاء الله شباب وايد يبون، يعني بنات، يعني ما بيخص الشباب وايد، نقول احنا يعني صبيان، لا بنات وصبيان. حلو. يعني يمكن أعطاء البنات معانا جنان، فعشان كذي نتكلم ويا جنان. الشباب متأثر فيهم هذا الشيء، خاصة شباب الكويتي. العمل التطوعي يعني عمل جدا جميل وأكيد موجود عند الشباب. أكيد. اليوم شلون تتعززين مثل هذه القيمة بشكل احترافي أكثر؟ أكيد. أول شيء مساكم الله بالخير. كل شاب، أكيد كل شاب من داخله عنده طاقة وده يطلعها، فإحنا من خلال حملة جود قاعدين نوفر حق الشباب المساحة اللي هم يقدرون يعززون فيها قيمة العطاء، التعاون، المساعدة، وأيضا يثبتون حق المجتمع أن هم قد المسؤولية. يعني لو أنتم تشوفون معانا شلون هم روح عطائهم بالتقليف وبالتوزيع، راح تحسون أن الكويت إن شاء الله بخير بالأجيال الجاية بهالجيل اللي قاعدين نشوفه معانا بجود ما شاء الله. يعني شوف هذه اللقطات ويانا. أنا بس أبي أعرف جود من الموجود ممكن توزعون ملابس ولا بس أغذية؟ مواد تموين. هي بس مواد تموين. ما بس مواد عشان تكفي خلال فترة شهر رمضان. إيه يعني بس حصريا على المواد الغذائية. إيه بالضبط. يعني على أساس لا تخترب الشمس. ما فكرتوا إنكم تسوونها على نطاق أكبر، مثلا ملابس، أثاث، أشياء تي يحتاجونها العوائل، بعض العوائل؟ والله هي كانت في البداية، يعني بأول جود من الموجود رقم واحد كان من ضمن الأفكار أن نوزع مواد غذائية، يعني مثلا لحم، دياي، هالسوالف. لكن اكتشفنا لا إله الله الجو حار، وعلى ما نوصل وهالسوالف على خوف تخترب أو نخاف على الناس يعني للأمان. فالتمسنا أن ندور المواد الغذائية اللي ما تخترب بسهولة. حلو. عشان نضمن صحتهم يعني. نعم. كان لكم نشاط أيضا مختلف لوزارات الدولة المختلفة. صح. رحتوا لهم وقدمتوا لهم ورد. صح. احنا دائما نحب ننشر الإيجابية ونزرعها في شبابنا. صح. ونحب أن شبابنا هم اللي يقدمون هذه الإيجابية. فمن قبل حملة جود كان عندنا معا إيجابيين، قدمنا وردة ودشينا فيها بمجمع الوزراء وجينا هنا عند وزارة الشباب، قدمنا لهم وردة بيوم الأحد عشان يبدون أسبوعهم بكل إيجابية. أحد ثقيلة شوية. يبدونه والله مقدمين، ما راح يكملون يعني إنجاز حلو. لو كنا نقول لهم الأحد الونيس، فالناس والخميس الونيس. الونيس احنا كنا نقول لهم لا، الأحد الونيس. أيضا يعني يوم بداية أسبوع
فالبداية الأسبوع لازم تكون متفائل شوية فيك إيجابية، فإحنا حاولنا نعطيهم إيجابية من عندنا. حلو. سحبنا السلبية من عندنا. اللي حاب ينضم لكم كعمل تطوعي شلون ينضم لكم أستاذ؟ في إحنا عندنا الله يسلمك إنستغرام أرقام تلفون للتواصل ويانا عن طريق طبعا السوشيال ميديا كلها بشكل عام. خلال هالثلاث سنوات قاعد يصير في تزايد ما شاء الله ولا ما شاء الله، يعني إحنا نعتبر فريق معاً مثل ما أحد الدكاترة قال لنا الدكتور إسماعيل شطي، مثل القطار في البداية يدشون الناس وبالنهاية يطلعون الناس، يعني على طول متغيرين مثل الناس اللي بالقطار، كل شوية تغير الأشكال وهذا. بالعكس إحنا هذا هدفنا من فريق معنا، لكن يطلعون بإنجازهم، يطلعون بشهادات ودورات قدمتها لهم مشروع معا مجانيا لتنمية شباب الكويت. يعني أنتم غير العمل التطوعي قاعد تقدمون مثلا دورات، قاعد تقدمون أشياء ثانية لتنمية شباب. فريق معا هو أساسا أن إحنا هدفنا أن نسوي ننمي الشاب بشكل عام عن طريق دورات، أو عن طريق وبعدها نسوي لهم أكاديمية 12 دورة، بعدين نسوي مشاريع. طبعا احنا لنا الفخر يعني من المشاريع اللي صارت من بعد هذه كلها ساعدونا ودعمونا بجود من الموجود، يعني عرفتوا يعني طلعوا بمشاريع ونجحت وقام صار قاعد يصير دعم. يعني في عندنا مثل مشاريع جورني توجذر دعمنا، اللي هو هالسنه سوينا شغله جديده بجود من الموجود ان رعايه الاطفال ويسوون لهم رحلات. حلو. دعم شبابي. دعم شبابي هذول كانوا عن طريق متطوعين معانا في فريق معا عن طريق الدورات. روح الشباب يمكن مبارك اللي موجوده وهم قاعدين يتفاعلون مع هذا الموضوع، المتطوعين نفسهم اكيد تلاحظ خاصه انك بالاعلام تلاحظ ايضا اشكالهم وهم قاعدين يقومون بهذا الشيء الانساني الجميل. شنو ملاحظاتك على الشباب اثناء توزيعهم لهذه الوجبات التموينيه؟ الصراحه يعني انا انصدمت وايد من شباب، يعني انت تشوف انطباعهم تقول هذا ما في عمل، شويه ما في همه، ما في شقرديه، بس وقت الصجيه لا قتها ودود صدق لما يقول لك هذا كويتي هذا اللي هو الكويتي. في اعمار معينه تشترطونها للانضمام للجود؟ اي العمر لا مفتوح. حتى بالأمس كان عندنا فعالية الأطفال لأن هم جيل المستقبل، فلازم نعزز فيهم العطاء المساعدة مثمر أكثر طبعا لما تعاملون مع الأولاد. يعني أيضا أساسا بعد الأطفال الأمس يعني ما شاء الله عليهم وايد ناس قاعد يقولون لنا ترى والله منظمين احسن من الكبار منظمين اليهال. قلت لهم هذول اليهال زينين، بس هو يعني سوينا جو. وأمس بعد أبي أشكر مسرحية بيت الحلاو، نعم اعضاء المسرحيه يعني من الاستاذ عبد المحسن العمار، ايمان نجم، عيسى المرزوق، قال لنا امس واستانسوا وياهم الاطفال وشافوهم. حلو. يعني ما قصروا، تفاعل مع كل يعني وايد 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 يعني استانسنا امس ويا الاطفال الفعاليه، يعني احنا كنا متفائلين. راح تصير في فعاليات كذيك للشباب اللي موجودين معاكم بجود من الموجود؟ احنا يعني الحمد لله مثل ما قلت لك ثلاث سنوات، فكل سنه نحب نتميز، فكل مره نسوي شغلات جديده. يعني مثل ما قال لك احنا سوينا تو السبت اللي طاف انه حق الاطفال راح نسوي على اساس يشاركونا ذوي الاعاقه. تمام. الاحتياجات الخاصه راح يجون يساعدونا. شيء نسائي نبي. نسائي بالعكس هم جنان المسيطرين. انت عليك مسؤوليه جنان المسيطرين وهذه عندهم. تمام. الاطفال السفارات داعينهم ان شاء الله بهم يشاركونا بالشغل ويانا. فالكبار السن نفس الشيء. ما يضايقك كلامك بخير، بس بذكر بشغله عندنا بعد هالسنه شيء جديد هو مخصص للعائلات. يوم للعائلات راح يكون موجود. متى راح يكون اذا تعلن عنه الحين؟ متى راح يكون؟ مع الايام راح نعلن. ويوم القرقيعان بعد حق الاطفال عندنا مسوين 22 يوم القرقيعان. وين؟ طبعا احنا راعينا في حمله جود نادي العربي، ما قصروا اهل الخير، افتحوا لنا قاعه كامله علشان نقوم في ورشه التغليف. حلو. ممكن ننضم لكم انا وحصه متطوعين. حياكم الله. هذه الساعه المباركه اكيد الله يحييكم. احنا يوميا من الساعه 2:30 هذه الفتره الاولى تكون توزيع الوجبات التموينيه. كلنا نروح نادي العربي. حياكم. والمشاهدين اللي يتابعونكم هم عن طريق الاكونت اللي شفناه قبل شوي يمكن على الشاشه يتواصلون وياكم. حياكم الله، نورتونا اليوم وجزاكم الله خير على هالشيء الجميل. بس انا حبيت اشكر رعاتنا وزاره الدوله لشؤون الشباب والنادي العربي وجورني توجذر وهيئه الشباب، وحاب اشكر المتطوعين والمتطوعات الشباب اللي من جيلي. بقول لهم جزاكم الله خير.
وما قصرتوا وكل هذا بميزان حسناتكم ان شاء الله. انتوا اللي والله جزاكم الله كل الشكر. اكيد انتوا اللي جزاكم الله خير، واذا كان هالعمل مميز فهو مميز فيكم. يعطيكم الف عافيه والنجاح الى نجاح اكبر ان شاء الله. قصرتوا مشكورين. اكيد احنا وصلنا مع المشاهدين حصه حلقتنا اليوم. حابه تشكرينا اشكر طبعا ازياء دار الزين واشكر مشعل عجيل على اللك. أكيد نشكركم. واللي حاب يكمل مع تلفزيون الكويت ويتابع باقي الفقرات والبرامج الموجودة في شهر رمضان راح يكون مع الفنان أكيد طارق العلي. أكيد راح يتابعونا في طارق مول بعد شوي. تصبحون على خير. مع السلامة.